وانت حضرتك بتتكلم عن الجهاز الفني، تعال نشوف التقرير ده مع بعض. سجلناه وكاميرا الاشبال كانت موجوده مع اعضاء الجهاز الفني لفريق 2007. والله كابتن اسامه يعني دوره اكتر من هو مدرب، هو دور الاب، هو بيتعامل مع الاولاد ان هو اب ليهم، وبيتعامل باحترافيه جامده جدا، بيدي لكل شخص متواجد في الجهاز دوره، واحنا كلنا ادوارنا يعني من خلال الكابتن اسامه والحمد لله. غيور جدا على الفرقه، حابب الشغل، حابب شغل التدريب، ومش اي حد يبقى حابب شغل التدريب. في طبعا بره النادي الاهلي في ناس بتروحها كوظيفه رايح جاي، هنا في النادي الاهلي دي منظومه، انت جاي تشتغل عشان تعمل حاجه، تطلع لاعب، تطلع تاخد بطوله. هنا في النادي كيان، كيان بمعنى الكلمه، فالحمد لله رب العالمين اللي انا بجواره السنه دي. بصراحه يعني من الناس المريحين جدا اللي الواحد اشتغل معاهم، يعني ما بيحاولش ان هو حتى يتدخل في اي قرار طبي او حاجه، دايما بيجي يسال، دايما بيجي يستفسر اللاعب دوت الاصابه ايه، بيسيب القرار بحريه، يعني بحريه كبيره جدا، بيخلي الواحد يشتغل باريحيه كبيره جدا، فدي حاجه كويسه جدا فيه بصراحه. وبيسمع، يعني بيسمع، يقول لك اللاعب ده يلعب ما يلعبش، طب نستنى عليه، فدي ميزه موجوده فيه بطريقه كبيره جدا، حد مريح جدا 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 على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني والشغل. يعني كابتن اسامه زكي بصراحه حد محترم جدا. طبعا انت عارف كره القدم دلوقتي حاليا ما بقاش فيها فاصل كبير بين الاعداد البدني او الاحمال البدنيه وكره القدم عامه، المودرن فوتبول كلها حاجه كومباكت مع بعضها، لان كل نشاط بيقوم به الفريق هو ليه مردود بدني. الراجل متعاون جدا، احنا بنرتب الوحده مع بعض قبل التمرين، بيديك الوقت اللي انت عايزه بزياده، يعني عشان هو في النهايه فريق عمل بنكمل بعض كلنا، فبجد انا مبسوط جدا في شغلي معاه. كابتن اسامه ده اخ عزيز، وكمدير فني، مدير فني كفء، وانا اشتغلت اكتر من يعني موسم مع اكتر من مدير فني، لكن كابتن اسامه انسان مخلص جدا جدا، وراجل كفاءه عاليه جدا جدا جدا، ولو شفت حضرتك في التمرين يعني بيبذل مجهود خرافي يعني مع الولاد، وبيحب الولاد جدا جدا جدا، ونقل الولاد نقله يعني السنه دي نقله كبيره جدا عن الفترات اللي فاتت. والله انا اشتغلت بقالي 11 سنه في النادي الاهلي، موسم مع الكابتن اسامه يعني ما شاء الله كويس، والكابتن اسامه من الناس الكويسه جدا فنيا وادبيا واخلاقيا، والله يعني كويس جدا، ومحتوى الجهاز كله يعني بياخد راينا في كل حاجه، وراجل ذوق جدا يعني، ربنا يهدي له الحال يا رب ويوفقه. موسم كويس يعني مع اللعيبه نفسها، معانا نماذج كويسه كانت مختفيه كمان حتى عن الملعب، يعني الكابتن اسامه احيا اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك السنين اللي فاتت كمان يعني.